صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين اللي يطل عليكم يوميا من الأحد لين الخميس. فقرة جديدة لطيفة خفيفة بانتظاركم مشاهدينا، نسعد بتقديمها لكم بكل حب ومودة. اليوم بداية الأسبوع، أسبوع جديد، طاقة جديدة يا رب في هذه الطاقة الجديدة تحققون فيها أمانيكم. أي واحد عنده شيء في باله يحاول أنه هو يسعى له. دائما احنا نسمع بعض البنات يقولون احنا الأحد بنبتدي، مثلا الأحد بنبتدي رجيم، الأحد بنروح نسوي رياضة، يلا اليوم يوم الأحد وابتدوا دربكم خضر. مشاهدينا بننطلق في أولى فقرات برنامجنا، واليوم عندنا فقرة جدا جميلة وتهمنا مع موسم الصيف. مشاهدينا في فصل الصيف وازدياد حرارة الجو نطلع برا، نروح البحر، تصير عندنا أنشطة صيفية كثيرة نستمتع فيها مع عائلتنا، وخصوصا لما نسافر لمناطق حارة أو سياحية تكون بشرتنا معرضة للعديد من المشاكل اللي ممكن تأثر عليها بشكل أو بآخر، ومع حدوثها ممكن تأثر علينا في المستقبل. راح نتكلم اليوم عن أسباب ضرر الجو الحار على بشرتنا والشمس أيضا على بشرتنا، وخصوصا أنا بتكلم عن الأطفال لأن الأطفال بشرتهم جدا حساسة وممكن يتأثرون أكثر منا إحنا الكبار. فأكيد راح نعرف طرق العلاج والوقاية من أضرار الشمس، ولكن بعد هذا التقرير. مع حلول فصل الصيف وزيادة الحرارة والرطوبة طوال اليوم، تحتاج بشرتنا للمزيد من الحماية، بدءا من الطفح الجلدي المزعج وحروق الشمس إلى السمرة العنيدة وحب الشباب. ومما لا شك فيه أن العناية بالبشرة هي الأمر الوحيد الذي يجعلها أقوى أمام العوامل البيئية القاسية والضارة بالجلد، وخصوصاً خلال فصل الصيف، حيث أشعة الشمس الضارة التي تتعرض لها البشرة بشكل أكبر مقارنة بباقي أيام السنة. لذلك يجب توفير العناية والاهتمام اللازمين بالبشرة في الصيف للحفاظ عليها أكثر نضارة وشباباً ونقاء وحيوية. فأهم خطوة هي اتباع عادات غذائية صحية مثل شرب الماء بكثرة وتناول الخضروات والفاكهة، وهذا سينعكس على صحة البشرة والجسم أيضا، إلى جانب اتباع روتين يومي وأسبوعي للاهتمام والعناية بنضارة وجمال البشرة كاستخدام واقي الشمس والتعرض لها في الأوقات الآمنة لمدة محددة، وذلك للاستفادة من فيتامين دال. مشاهدينا أكيد حتى نتعرف أكثر على موضوع تأثير الشمس على البشرة سواء للكبار أو للصغار، معنا أكيد اليوم في الاستديو الدكتورة سارة علي أخصائي طب عام. صباح الله بالخير دكتورة. صباح النور يا هلا حبيبتي. نور نورة دكتورة، يعني مثل ما ذكرت في المقدمة موضوع جدا مهم في فصل الصيف حاليا، احنا دشينا في صيف رسمي صحيح، والشمس قاعدة تأثر على بشرتنا بطريقة أو بأخرى، سواء احنا قاعدين نتبع أساليب الوقاية أم لا. فشنو هي أبرز المشاكل اللي ممكن تأثر الشمس على بشرتنا؟ أوكي، نفس ما قلتي دخلنا فصل الصيف خلاص صار الحر والرطوبة إن شاء الله قربت بالضبط. زين، فأبرز المشاكل اللي تصير الجفاف، جفاف الجسم من داخل، جفاف البشرة، التصبغات تزيد بشكل مو طبيعي، التهابات الجسم سواء الفطرية أو البكتيرية، الطفح الجلدي يزيد، هذه الأمور كلها في فصل الصيف الكل يعاني منها. طيب يعني ذكرتي الجفاف، الجفاف نقطة جدا مهمة ان احنا نركز عليها وخصوصا في فصل الصيف، يعني نتعرض للحرارة بشكل يومي، جسمنا تتبخر منه العديد من السوائل، فكيف ممكن ان احنا نعوض
السوائل اللي انفقدت من جسمنا وايضا ترطيب البشره. اول شغله ضروري جدا جدا نحن نحافظ على شرب كميات كافيه من الماء والسوائل، وحتى الفاكهه اللي مليانه بالسوائل نفس البطيخ والاناناس وهذه الاشياء، هاي اول شغله عشان نرطب الجسم من داخل وتترطب للبشره. ثانيا نحاول ان احنا نقلل من وقت الاستحمام، ادري انه صيف وحار الواحد يستمتع في بهذا الموضوع، بس لازم نقلل المده وما نستخدم الماء الساخن. الماء الساخن هذا يعني يخلي الطبقه السطحيه من الجلد اللي فيها دهون اللي نستفيد منها تنشال، فتتبخر السوائل والبشره يصيدها جفاف، فنحاول ان احنا يعني نستخدم الماء الفاتر شويه بارد ونقلل مده الاستحمام، وكذلك لازم نحافظ على الترطيب الدائم للبشره، على طول نستخدم كريمات الترطيب عشان يعني نحافظ على السوائل في البشره عشان ما تتبخر. حلو، يعني ذكرتي نقاط جدا مهمه، هذه الامور نقدر نتبعها ايضا مع الاطفال دكتوره؟ صحيح. جدا مهم هذا الموضوع، الأطفال لازم نفس الشيء، لازم نخليهم يشربون سوائل بكثرة، نعوض فقدان هذه السوائل بالأطعمة الغنية بالسوائل، الترطيب الدائم، ونفس الشيء حتى موضوع الاستحمام. حلو. طيب دكتورة، يعني لين نروح البحر ونسوي تان، هاي النقطة غير محببة لدكاترة الجلدية، ولكن احنا نستمتع في هذا الموضوع الأغلب طبعا. تصيبنا تصبغات في وجهنا، بعض الكلف أو النقط البنية اللي الموجودة في الوجه تصير بعد البحر. طيب هذه التصبغات والكلف والنقط البنية اللي تصير في الوجه شلون ممكن تروح؟ اوكي، احنا اول شيء لازم نعرف ليش هاي التصبغات تصير عشان بعدين نشوف طرق العلاج. طبعا تصير هذه التصبغات بسبب الاشعه فوق البنفسجيه، احنا لما نتعرض للاشعه فوق البنفسجيه البشره تتحفز ان هي تنتج لي صبغه الميلانين بزياده، فتصير هذه التصبغات. تمام، وفي ناس يصيرهم حتى حروق، هذه الاشياء طبعا كلها مضره، والتان اصلا مضر لانه على المدى البعيد لا سمح الله ممكن انه يصير في خلل في الحمض النووي للجلد، وممكن حتى في بعض الناس المعرضين لهذا الشيء ممكن يصيرهم سرطانات الجلد. بالنسبه لعلاج هذه التصبغات طبعا لازم اول شيء لما نروح عند البحر لازم نحط واقي الشمس عشان نحاول نحن نخفف من حدوث هذه التصبغات، ولما تصير نروح نعالجها اما في البيت بكريمات التفتيح او في العيادات. طبعا في العديد من الطرق اللي ممكن نستخدمها للتفتيح، من اهمها التقشير، انواع ليزر مختلفه وغيرها. ذكرتي نقطة الحروق، في ناس فعلا جلدهم جدا حساس، ولمن يروحون للبحر او اي نشاط خارجي يكون في الشمس جسمهم من كثر الحرق يتقشر بسرعه، اي ففي ناس تتاثر وفي ناس يكون جلد يعني يصير لونهم غامج ولكن ما يحترقون بذي الدرجه، فكيف ممكن انهم يقون نفسهم؟ تلاقينهم حاطين واقي شمس وكل شيء ولكن الشمس غلبت على واقي الشمس. عدل، اوكي، لازم طبعا من شخص لشخص يفرق، في ناس بسرعه نفس ما قلتي يحترقون، في ناس لا يعني جسمهم يستحمل. لازم نحط واقي شمس كميات كافية، احنا معظمنا ما نحط واقي شمس بكمية كافية. صحيح. لازم كل ساعتين طول ما احنا تحت الشمس كل ساعتين نحط واقي الشمس مرة ثانية. طبعا لما نحطه في يجي البرودكت بأشكال مختلفة، يجي رش، يجي باودر، ممكن حتى نحط الكريم مرة ثانية، بس كل ساعتين على كل المناطق المكشوفة. انزين، نحاول ان احنا نقعد في الظل، يفضل ان احنا ما نكون يعني تحت الشمس دايركت، وكذلك يفضل ان يعني ما نطلع اوقات الشمس تكون جدا حاره، يعني مثلا نروح قبل الساعه 9 الصبح، بعد الساعه 3 العصر، بعد الساعه 4 تكون الشمس شويه اهدى، ف
فالضرر او يعني نسبه انه ممكن يصير حرق في الجلد تكون شويه اقل. ذكرتي انواع واقي الشمس دكتوره، والرش قاعدين نشوفه دارج بكثره خصوصا البنات اللي يحطون ميك اب. صحيح. فدائما يستخدمون واقي الشمس اللي يكون رشاش. طيب في ناس قاعده تتكلم ان هذا واقي الشمس اللي يكون الرش ممكن ايضا يسبب كلف ويسبب تصبغات للبشره، لان واقي الشمس الرش هو يبعث رذاذ للوجه، فمو كل اجزاء الوجه تصيد البرودكت يعني. صح، الفكره في هاي الموضوع انه ممكن ان الرش نفس ما قلتي ما يغطي لي المكان كله، بس هو شيء احسن من شيء. بالضبط. على الاقل انهم قاعدين يحطون البرودكت مره ثانيه، قاعد يحطون واقي شمس مره ثانيه، فاللي يخاف من هاي النقطه ممكن يستخدم الباودر. ترى حتى المكياج بعض الشركات تسوي هو الباودر او الفاونديشن تخلي فيه اس بي اف، تخلي فيه عامل حمايه من الشمس، ممكن حتى نستخدم هذا الشيء عشان يساعدنا ان احنا نحمي نفسنا اكثر من الشمس. قلت شيء افضل من لا شيء. صحيح صحيح. طيب دكتور احنا عندنا صور حابين نعرضها اذا تسمح لنا مخرجنا. هذه صورة لحرق. صورة حرق للجلد بسبب هذه واضح البحر جدا. اي واضح. طيب الصورة اللي بعدها هذه طبعا تشرح لنا ان الأشعة فوق البنفسجية اللي توصل لنا نوعين اساسيين، اليو في اي واليو في بي. اليو في اي هو المسؤول عن تسريع الشيخوخة وعن التجاعيد في الجلد، واليو في بي مسؤول عن حدوث التصبغات للبشرة. حلو. هذه أيضا هذه صورة للتصبغات وكلف ممكن تصيد بعض الناس، لأن يعني الشمس ممكن أن هي تزيد لي الكلف. واقي الشمس طبعا لازم نحطه كلنا الجميع صيفا شتاء. طيب دكتورة واقي الشمس لازم كلنا نحطه صيفا شتاء. عجبتني. طيب دكتورة في ناس فعلا في الشتاء يستغنون عن واقي الشمس، يقول لك حرارة برودة الجو تغنيني عن حرارة الشمس، فايش رايك في هذا الكلام؟ طبعا هذه المقولة خاطئة، لأن حتى لو أن الجو مغيم مو معناته أن الأشعة فوق البنفسجية ما راح توصل لنا من خلال الغيوم. دام الشمس موجودة وإحنا في النهار والدنيا مضوية، خلاص لازم نحط واقي الشمس ضروري. طيب دكتورة دائما قلت الشمس هي مصدر لفيتامين د. صحيح. ولكن هناك أكيد أوقات معينة يجب التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات عشان نستفيد من فيتامين د وما يأثر علينا بشكل سلبي. نبي نتكلم عن هذه الأوقات، لأن في ناس يقول لك الشمس مفيدة، أي حزة طلعي في الشمس. طبعا هو في بعض الدكاترة يقولون أن أفضل وقت أن نطلع في الشمس في الظهيرة، في عز الظهر. زين. بنك الشمس. إيه بالضبط. في البعض لا يقول أن إحنا حتى لو رحنا وقت اللي الشمس تكون هادئة، يعني العصر مثلا أو الصبح كلش من وقت، ممكن بعد نستفيد حتى لو كنا في الظل. الشمس راح توصل لنا، البشره راح تستفيد من اشعه الشمس، راح تتحفز ان هي تصنع لي فيتامين د. طيب يعني في تساؤل ممكن الكثير يتساءل عنه، هل فعلا الشمس لها علاقه بسرطان الجلد بعيد الشر عن الجميع؟ اي نعم، بشكل مباشر، لان الشمس نفس ما قلنا وشرحنا من شوي انه في نوعين اساسيين من اشعه فوق البنفسجيه اللي توصل لنا. فهذه الاشعه على المدى البعيد مع التان اللي يحبون يسوون تان بشكل مستمر واللي على طول يتعرضون لحروق الشمس، على المدى البعيد ممكن ان الدي ان اي او الحمض النووي الموجود في البشره يعني يصيده خلل معين، فممكن مستقبلا الخلايا اللي في البشرة تبتدي تتكاثر بشكل يعني uncontrolled، فتصير اللي هي خلايا السرطانية. فعشان شيء ضروري جدا ان احنا نحاول يعني خصوصا الناس اللي يحبون يسوون تان يخففون شوية من الموضوع. زين. والناس اللي عندهم حتى family history تاريخ عائلي بوجود السرطان الجلد، هما نسبة او فرصة
ان يصيدهم سرطان الجلد بعيد الشر تكون شوي اعلى حتى من غيره. طيب يعني في ناس تتضايق كثيرا لما تطلع في شمس بسبب فرط التعرق اللي عندهم، خصوصا مو بس التعرق العادي، حتى تعرق اليدين، تعرق الرجلين، فحدثنا عن هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع في يعني العديد من الناس يعانون منه، لان بعض الناس يكون جينات، بعض الناس لا، يكون عندهم خلل هرموني معين يتعالج والموضوع ان شاء الله يخف. طبعا في فصل الصيف هذا الموضوع يزيد، فالواحد لازم يحاول انه هو يلبس ملابس خفيفه، الوان فاتحه، ملابس ممكن هي تمتص العرق. على طول نحاول ان احنا نجفف البشره ونستخدم القهوة مزيل العرق بشكل دائم. طبعا في العيادة في العلاج حاليا موجود العلاج بالبوتوكس، نفس ما احنا نسوي بوتوكس حق التجاعيد اللي في الوجه، يصير نستخدم البوتوكس حق علاج فرط التعرق. ليش؟ لان البوتوكس راح يخلي الاعصاب اللي تغذي لي الخلايا الدهنية تهدى، يعني ما تشتغل، فالعرق خلاص يوقف ما يطلع. ومدة تأثير البوتوكس تقريبا راح تكون حوالي 6 أشهر، موسم الصيف يعني بالضبط. ففي ناس لا، كل 6 أشهر يروحون يطقون مرة ثانية البوتوكس، في ناس لا في الصيف، لأن يعني المشكلة تكون أكثر. طيب دكتورة، الفطريات دائما الأشخاص اللي عندهم فطريات في جلدهم يعانون في فصل الصيف، لأن تزيد هذه الفطريات وساعات يتضايقون، مثلاً هم يلبسون يد قصيرة أو يعني ملابس صيفية. فحدثنا عن الفطريات وهل لها علاج هذه الفطريات، لأن في فصل الصيف قاعدين نشوفها تزيد بكثرة. طبعاً الفطريات تحب الرطوبة أوكي، وتحب الظلام. زين، فنحاول ان احنا في الصيف دائما نجفف البشره. لما نتسبح بعد الاستحمام البشره نتاكد انها هي جافه 100%، هاي شغله. الشغله الثانيه لما نروح مثلا المسابح العامه نحاول ما نستخدم نفس الاحذيه يعني الموجوده حق الناس، لازم نستخدم الاحذيه الخاصه بنا. المناشف نفس الشيء، نستخدم المناشف الخاصه بنا. بالنسبه للملابس نغيرها بشكل دوري. زين، يعني اذا صار الملابس فيها عرق لازم نغيرها. الموضوع يتعالج اوكي. يعني اللي عندهم فطريات في الجلد نكتب لهم ممكن بعض الادويه الموضعيه، احيانا بعض الناس ممكن حتى نعطيهم محبوب، بس الموضوع باذن الله يتعالج. يحتاج شويه صبر، ونحاول ان احنا نمنع ان هذه الفطريات تزيد من البدايه، عشان بعدين لا نطول في العلاج ونتعب في العلاج. حلو. طيب احنا في موسم تتكاثر فيه البعوض، خصوصا ذكرتي ان موضوع الرطوبه، والبعوض يحب الرطوبه، والرطوبة جايتنا، صح؟ فشلون نقي نفسنا من البعوض، خصوصا عيالنا يعني ما يعرفون يعبرون انه والله في بعوضة جاية بوكشها ولا شيء كذي. صح. طبعا بداية يعني لازم نشكر وزارة الصحة على جهودها، ان هي قاعدة تحاول ان تتخلص من صحيح. مسألة البعوض. احنا اللي علينا نسوي ان نحاول نلبس ملابس طويلة، عيالنا ممكن يعني نحاول نلبسهم ملابس طويلة تكون خفيفة وطويلة. ممكن نحن نستخدم الرش اللي نخليه على الجسم علشان نحاول نحن نقلل من قرصات البعوض. وحتى في البيت ممكن ان نخلي في الدرايش، نخلي التور يكون تور نوع معين، ان الفتحات صغيره بحيث ان الحشرات ما تدخل لنا في البيت. يعني نحاول قد ما نقدر ان احنا نحمي نفسنا بهذه الطريقه، عشان يعني نقلل من انتشار مساله البعوض. إيه؟ انتشار البعوض. صحيح دكتوره. يعني دكتوره صراحه افدتينا في موضوع الصيف وكيف ممكن احنا نقي نفسنا من اشعه الشمس. الشمس اكيد مفيده، ولكن التعرض لها بكثره ممكن تاثر علينا بشكل صحيح. سلبي اذا ما حطينا واقع الشمس. عدل. شكرا دكتوره، ما قصرتي، وان شاء الله نشوفك في مواضيع ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله على خير. الله يعافيك حبيبتي. حاضرين مشاهدينا، راح ننتقل معاكم لفقره كافيين مع الزميل محمد العالي.
صبحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شمس البحرين. أرحب فيكم في فقرة كافيين الأسبوعية، وموضوعنا اليوم بيكون عن القهوة السوداء بمختلف أنواعها. بتكون معاي ضيفة الفقرة أخصائية التغذية منار فؤاد. أرحب فيك معانا في كافيين. يا هلا والله، صباح الخير. أول شيء نبي نعرف الفروقات بين أنواع القهوة الفي 60 والأمريكانو والأسبريسو، شنو الفرق بينهم؟ أوكي، أول شيء طبعاً عندنا الإسبريسو، هي عبارة عن قهوة مضغوطة يمر عليها الماء، فتتميز بأنها مركزة تكون وقوامها يجي كريمي. بالنسبة حق الأمريكانو هو نفس الإسبريسو لكن نضيف عليه الماء فيكون مخفف وقوامه أخف. أما بالنسبة حق الفي 60 فهي تكون جداً مركزة لأنها تحضر بالتقطير، اللي هو عن طريق ان احنا نحط القهوة في قمع ونرش عليها الماء فينزل بطريقة جدا بطيئة فيكون الطعم جدا مركز فيها. هل بس الطعم فرق ولا نسبة الكافيين تختلف من نوع لنوع؟ اكيد نسبة الكافيين كذلك تختلف من نوع الى الثاني. زين، شنو فوائد القهوة السوداء؟ زين، طبعا فوائدها عديدة. اول شيء هي غنية بمضادات الاكسدة مما تساهم ان احنا نقلل من خطر الاصابة ببعض الامراض، مثل عندنا امراض سرطان القولون والكبد. كذلك عندنا ان هي غنية بالكافيين فاكيد راح تعطينا نشاط وطاقة وتكون حاضر ذهنيا، تزيد من معدل الايض في الجسم، وكذلك ايضا تزيد من افراز الادرينالين، بالتالي يزيد عندنا النشاط البدني. إنزين، القهوة السوداء وايد ناس تحكون عن أضرارها، شنو هي أضرارها؟ كل شيء حتى لو كان صحي إذا خذيناه بكمية جدا كبيرة أكيد راح تكون نتائجه عكسية، فممكن لما تأخذ كافيين بكميات كبيرة يصيدك إدمان على الكافيين، فبالتالي راح تعاني من صداع مستمر وتعب. ممكن أيضا تتأثر عندنا النوم وجودة النوم، ممكن أيضا يزيد عندنا ضغط الدم ويسبب خفقان. في بعض الأشخاص اللي يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن ما تناسبهم القهوة، مثل المصابين بالقولون العصبي وعندنا الارتجاع المريئي. زين، هي تأثيرها عن النوم، يعني أنا بتكلم عن ذي النقطة، هل في كميات محددة لازم الشخص يشربها حق لا تأثر عليه في النوم؟ أوكي، الكميات والوقت لازم ننتبه حق الاثنين. بالنسبة حق الكميات احنا دائما ما ننصح الأشخاص، طبعا يختلف من شخص إلى الثاني حسب تحمل الشخص نفسه حسب الحالة الصحية، بس أهم شيء ما يتجاوز 3 إلى 4 أكواب في اليوم، هاي أهم شيء. بالنسبة حق جودة النوم، الكافيين مثل ما نعرف أنه يتم في الجسم 3 إلى 5 ساعات تقريبا، فإحنا دائما نفضل على الأقل قبل ب5 ساعات من النوم أن أنت تمتنع عن تناول الكافيين. زين، في سؤال، ليش مرتادين النوادي الرياضية يفضلون شرب القهوة السوداء عن باقي الأنواع، عن الشاي، عن الأشياء الثانية؟ إيش معنى القهوة السوداء؟ القهوة السوداء مثل ما نعرف أول شيء ما فيها سعرات حرارية، كمية الكافيين فيها جدا عالية، فبالتالي راح تعطيه نشاط وطاقة مثل ما ذكرت سابقا أنه بيكون حاضر ذهنيا، بتزيد من معدل الادرينالين فبالتالي بيكون نشاطه وادائه الرياضي اكبر، وكذلك الكافيين الموجود فيها يساعدنا ان احنا نحرق دهون اكثر اثناء التمرين. في ناس تقول ان القهوه السوداء يعني تاثر بشكل كبير على حتى يعني ممارسه الرياضه نفسها تكون بشدة أعلى وأحسن، فهل هذا الشيء صحيح؟ أكيد صحيح، مثل ما تشوف حتى البري وورك أوت اللي يأخذونه الرياضيين المكملات تكون كمية الكافيين فيها جدا عالية لأنها تزيد من الطاقة. شكرا لك على المعلومات اللي قلتيها لنا اليوم. العفو، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا، نكون وصلنا معاكم إلى ختام فقرة كافيين هذا الأسبوع، نشوفكم الأسبوع القادم. مشاهدينا، الذكاء الاصطناعي أثر في جميع تفاصيل
حياتنا، فهو الموضوع الأكثر حضوراً في مختلف المجالات. واليوم بنناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسرة، وهل له أثر على دورها كمنظومة مجتمعية؟ أكيد في المجتمع راح نجاوب على هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة مع ضيفنا الكريم، ولكن بعد هذا التقرير. الذكاء الاصطناعي يؤثر على الأسرة من خلال تغييرات في أنماط العمل والتواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا في تنظيم الحياة اليومية والترفيه، وتحديات في الخصوصية والتبادل الجيلي للمعرفة والثقافة. يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في حياتنا بتحسين الخدمات والمنتجات التقنية وتسهيل العمليات اليومية وتقديم حلول للمشاكل الصحية والبيئية وتعزيز التفاعلات الاجتماعية والتواصل وتطوير مجالات جديدة في الصناعة والعلوم. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً مهماً في الأسرة من خلال توفير أدوات وتطبيقات لتنظيم الجدول الزمني وإدارة المهام وتحسين التواصل والتفاعل العائلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال، وتوفير مساعدة في تعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم، وتقديم حلول لمشاكل الأمان والراحة داخل المنزل مثل أنظمة المراقبة والأجهزة المنزلية الذكية. أكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم في الاستديو الأستاذ أحمد فضل، باحث ومتحدث ومتخصص في السلوك البشري. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذ، نورتنا. شكرا جزيلا، صباحكم الله بالخير، وأنا جدا سعيد بكون في تلفزيون البحرين أستاذ عائشة. شكرا. شكرا لوجودك اليوم معنا أستاذ، وفعلا موضوع جدا مهم، وأنا ذكرت فيه المقدمة أن الذكاء الاصطناعي صار ياخذ حيز جدا كبير في حياتنا، وإحنا دائما نركز من خلال برنامجنا على الأسرة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأسرة، ولكن قبل ذي كله احنا نبي نعرف الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. طبعا هذا السؤال جدا مهم، انا اعتقد كل الناس تحتاج ان تدركه، بان الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو ذكاء مبرمج من البشر نفسهم. صحيح. يعني احنا البشر اللي نبرمج هذا الذكاء الاصطناعي. وهذا الذكاء الاصطناعي عباره عن الخوارزميات، اوكي، هذه عمليه حسابيه لمعلومات معينه نبرمجها في هذا الذكاء، ويكون سريع جدا، يعني هو اسرع من الانسان. صحيح. ولكن هذه المعلومات الموجوده هي كلها انتاج قيم بشريه، وابدعوا هذا الانسان وهذا البشر، ووضع هذه المعلومات في هذا الجهاز وهذه الاله. هذا هو الذكاء الاصطناعي. اما الذكاء البشري هو يعني يعتبر هبة ربانية عند البشر، مو موجودة في أي كائن من كائنات المخلوقات الأخرى. صحيح. هذا الإنسان هذا لما يفعل رسالة وجوده يكون هذا البشر مقدم لتقنيات الكون كامل، يتعمر خلنا نقول الكون كامل، الكرة الأرضية تتعمر من خلال قيم الإنسان وبرمجة الإنسان لذاته، ومن ثم يبرمج الآلات للمساعدة في عمل الإنسان. صحيح. وحنا كنا نسولف أستاذ قبل الهوى أن في مخاوف. نعم. هل الذكاء الاصطناعي والتطور اللي قاعد يصير ممكن ياخذ دور البشر خصوصا في الوظائف؟ يعني كنا نسولف أنه والله الإنسان هو اللي قاعد يشغل الذكاء الاصطناعي، هذه المخاوف اللي الكثير يتكلم عنها والشائعات أستاذ اللي لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع. فعلا فعلا، يعني خلنا نقول هل الذكاء الاصطناعي مدمر للبشرية أم معمر للبشرية؟ حلو هذا السؤال. هل إحنا في وقت أن نبغي نستغني عن الذكاء الاصطناعي أو نحتاج الذكاء الاصطناعي؟ أي إنسان مدرك بأن كل ما يحدث في العالم هو عبارة عن البشر تخلقه، ومن ثم يكون هذا العمل
لخدمة البشر نفسهم على أساس يكون الارتقاء للعمل. فالذكاء الاصطناعي مثل السكين في المطبخ، هل السكين في المطبخ لتقطيع الفواكه والطبخ أم هي لتقطيع الأيدي؟ الآن هذه الذكاء الاصطناعي له جانبين، جانب السلب وجانب الإيجاب. الإنسان الغير مدرك لرسالة وجوده ينظر إلى الذكاء الاصطناعي أنه مذمر، لأنه مو بعرف وين غايته في وجوده. كان دخلت لنا في مطبخ ومو بعرف يطبخ، فالسكين بالنسبة له ستريس يصير عنده، ممكن يقطع يده. ولكن إذا دخلتين الشيف في المطبخ راح يبدع، ويحتاج إلى الذكاء الاصطناعي تساعده حق تقديم مثلا طبق رائع، لأن ساعات الشيف يبي يطبخ ويبي يسوي، بس يحتاج الذكاء الاصطناعي يسرع العمل، فهو في خدمة الإنسان وليس لتدمير الإنسان. حلو. طيب هل الذكاء الاصطناعي صديق للأسرة أم عدو للأسرة؟ هو أجمل صديق وفي نفس الوقت يكون عدو. لما نقول هو عدو، إلين أنا أستخدم هذه الآلات واستخدم هذه الأجهزة وهذه الديفايسز الموجودة، يعني استخدام بعيد عن ذاتي، بعيد عن من أنا، يكون مدمر لي. ولكن إلين أنا استخدمتها في ذاتي، في صالحي، خلنا نقول مثلا، خلنا نقول طالب يدرس علوم إنسانية، خلنا نقول هذا الطالب يحتاج للبحث، يحتاج إلى يعني أسئلة كثيرة يحتاج يحصل عليه إجابات. هل الذكاء الاصطناعي راح يساعده؟ نعم أم لا؟ طبعا 100%. ولكن إذا هو مو بعارف نفسه، فمجرد هو طالع على السوشيال ميديا وطالع على عند الأجهزة ديفايس تليفون وقاعد يبحث فيها، بس مو بعارف وين يروح، فراح يدمره، راح يسحبه، بل يوديه حق الإدمان وليس التعمير. صحيح. فكيف ممكن احنا نستغل الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة؟ يعني هنا أنا بشير على دور الأهل أستاذ. نعم. كيف ممكن أنهم يرشدون أبنائهم وبناتهم أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة؟ يعني مثل ما ذكرت الطلاب، ممكن في طالب يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل سليم، وفي طالب يستخدمه بطريقة مدمرة وممكن يصيد إدمان للذكاء الاصطناعي وغيره. من يأخذ بيده ذي الشخص اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة سلبية؟ احنا لو نظرنا إلى الأسرة، الأسرة مكونة من أفراد، ومن ثم هذه الأسرة يكون فيها الزوج والزوجة والعيال، ومن ثم يكون المجتمع. الآن قبل ما أنظر إلى الذكاء الاصطناعي، هل أنا موجود في بيئتي المنزلية، بيئة حاضنة لهذا الطفل ولهذه الأسرة؟ هذا الاحتضان يأتي من خلال إدراك ووعي الوالدين لمن هما. يعني الشراكة الزوجية يجب أن تكون شراكة ذاتية، ومن ثم تنعكس على الأطفال. هذا الطفل خلق لتعمير ذاته ونفسه، ومن ثم ينعكس على المجتمع. لكن احنا أكثرنا نبغي العيالنا احنا نتحكم فيهم، احنا نبغيهم لذاتنا، يعني لدرجة احنا أنانيين. هم خلقوا لزمن غير زماننا. صحيح. هم خلقوا ليعمروا ذواتهم وزمانهم، ولكن احنا نبغي نسحبهم صوبنا. فالديفايس خلنا نقول الارتيفيشال انتليجنت لما يكون موجود في البيت، وأنا الأب والأم في حالة سعادة ومدركين أن هذا طفلي متجه إلى، خلينا نقول، ماخذ قراره، مدرك لقيمة العليا الذاتية، أعطي الديفايس وأشجع حق الديفايس وخليه يرتبط في الديفايس، لأن الديفايس نفسه هذا الارتيفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي راح يساعده حق نمو سريع إلى كل ما يدرك في حياته، فراح يكون عمره. فاحنا لا نخاف على اطفالنا من الذكاء الاصطناعي، احنا خلنا نخاف على اطفالنا بعدم ادراكهم لرساله وجودهم، لغايتهم الحقيقيه اللي خلقوا من اجلها، وهي قيمتهم العليا الذاتيه والغير مشروطه برضا الاخرين، من ضمنهم اولياء الامور. وهذا لما الطفل يدرك غايته ورساله وجوده، هذا الديفايس راح يخدمه. واحنا نشوف في العالم كله قاعد يستخدم الارتيفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي للبناء والتعمير وليس للتدمير. اللي يستخدمه حق التدمير هو غير مدرك لغايه وجوده. طيب استاذ، يعني هني تخلينا نتساءل، متى الطفل يدرك لقيمته الذاتيه ورساله وجوده في الحياه؟ يعني اولياء الامور متى يحسون انه والله عيالنا مدركين لذاتهم؟
كل إنسان خلق قبل ما ينولد هو راح تكون له رسالة كونية والله سبحانه وتعالى وضعها في قلبه. صحيح. الطفل من ينولد عنده اهتمامات خاصة له، اهتمامات ذاتية، حتى في سرير مال الطفل تعطينا ألعاب معينة أنت تبينه هو ما يبي يقطها، يبي لعبة معينة. شوفي شلون، فهو مدرك شو الألوان اللي تسحبها، اللعبة اللي يحبها. احنا نبي نفرض عليه خذ هاللعبة، أنا عاجبتني بس هو الطفل يستكشف، ولكن قيمته موجودة وبصمها بصمة إليه هو خاص. فإحنا يجب أن نكون لأبنائنا بيئة حاضنة، نلاحظه نشوف شنو اهتماماته ونتقرب لاهتماماته. لو غير اهتماماته ما في مشكلة، هو قاعد يستكشف. إحنا لما نعطيه المساحة الحرية في الاستكشاف تكون البيئة حاضنة له، نكون سعيدين، الولد أو البنت تكون سعيدة، ومن ثم هني إحنا نخليهم ينطلقون في حياتهم لتفعيل ذواتهم وليس تفعيل ذوات الآخرين. وهذا من ضمنها إحنا للشباب اللي يبغي بالفعل يستفيد من الارتفيشال انتليجين يجب أن يدرك من أنا، وهنا غاية وجود الإنسان، وهي قيمة العليا الذاتية. أنا راح أكرر، القيمة العليا الذاتية والغير مشروطة لأن هي السر اللي راح تعمل للأسرة نقلة نوعية بأن الذكاء الاصطناعي هو معمر وليس مدمر. إذا ما أدركنا القيمة العليا الذاتية إحنا أولا كأولياء الأمور راح نتجه إلى التدمير الذاتي أو الموت المبرمج، وإحنا ما ندري. لهذه الأمراض المزمنة هي تأتي من أنفسنا وليس من الديفايز. الديفايز ربما يشتتنا لأن إحنا مشتتين من الداخل. حلو، ذكرت أولياء الأمور أستاذ. أولياء الأمور تلاقيهم هم أساساً مدمنين بطريقة سلبية للذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. تلاقي الأبو يلعب بلاي ستيشن، تلاقي الأم مندمجة مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور. إذا الآباء هم كذي، وإحنا ما ننكر إحنا جميعنا متعلقين للأمانة في هواتفنا وغيرها من هذه الأمور، لأن هي صايرة الوسائل العصرية الموجودة عندنا حاليا. لكن إذا طفلي قاعد يشوفني أنا ماسكة تليفون فترة طويلة، هو لا إراديا لين كبر بيصير نفسي ويمكن بيصير أكثر مني. فكيف ممكن إحنا أوكي إحنا متعلقين بهذه الأمور وحابينها، ولكن ما نبي عيالنا يتعلقون فيها بطريقة سلبية أيضا؟ يعني هذا سؤال عميق. ونعتقد هل نحن قدوة لأولادنا إن إحنا زودنا الديفايز والتليفون وقاعدين أنا زوجتي، أعطيش مثال في أسرتي، زوجتي قاعد في المجلس وعند التليفون، ولد أختي 11 سنة كان عمره، فأبوه اللي هو زوجتي يقول حق ولده وش فيك أنت، والله عورت راسنا كله بهالتليفون، راح أنت ما بتحفظ ولا شيء في المدرسة، بيك تراجع مو هالتليفون عام عينك. شو يقول له؟ يقول عاد أنت خالة عاد في السلوك البشري، قول له عاد شيء. أقول إن شاء الله، بس أنا المشكلة أنت مرآته، هو يشوفك تنعكس عليه. بالضبط. فإحنا مش مشكلة إن هذا الطفل أو إحنا نمسك الجهاز أو الديفايس أو الارتيفيشال انتليجنت. إحنا لما ندرك من نحن، الارتيفيشال انتليجنت يساعدنا. شوفي ذلين المبدعين مثلا، يعني خلنا نقول نضرب مثال علينا إحنا ما نطلع برا، يعني ما يقول أنا في الإعلام والإعلامية عايشة العالي. الآن لما نقول إحنا شوف السوشيال ميديا والديفايز مالها مرتبط بالإعلام. صحيح، مرتبط بالإعلام، كل شيء في الإعلام، ما في شيء ثاني، ما في تشتت. بالضبط. يعني لو تبحثين في أي إنسان متجه لقيمته العليا الذاتية، اللي عنده في المكياج شوفه مكياج، هاي مش إدمان على فكرة. في فرق ما بين الإدمان وفي فرق ما بين لا، هذا أنا عشقي وإن أنا يعطيني تحدي. الإدمان تبغين بس مسكن، هذا لا، هذا يرفع مستوى الأداء مالي أنا، فأنا أعشق أعمله، not I have to I love to، يعني مو يجب علي لا أحب أن أنا أسوي. في ناس اللي تشوفين مدمنين، المدمنين هم مفروض عليهم يسوون شيء، يعني حتى المخدرات أنت مفروض عليهم. هذا المسكين اللي يتعاطى المخدرات هو مو منه هو عاشق المخدرات، لا، هو متورط بهذه المشكلة. صحيح. فالإنسان يجب أن يدرك من هو ليكون في حالة توازن، وليس مجرد إيجابية، توازن، نتيجة التوازن راح تكون إيجابية. فأنا أعتقد هي لما ندرك إحنا كأولياء الأمور من نحن ونكون في حالة سعادة، إلى أن عرفنا من نحن أي قيمتنا العليا الزوج والزوجة، يكون هناك احترام لهذه القيم ما بين الزوج والزوجة،
الأطفال راح بالعكس إحنا نكتشف قيمهم، بل نساعدهم على اكتشاف قيمهم، ومن ثم الارتفيشال ديفايس بنشوف إحنا في نعيش في حالة من السعادة الحقيقية الأسرية فتنعكس على المجتمع. وممكن الذكاء الاصطناعي يزيدنا سعادة 100%. طيب أنا وأنت تسولف الحين أستاذ تذكرت فيديو دائما كان يطلع لي إن الأم والأبو كانوا ميودين كتاب ويقرونه. الأم ميودة كتاب والأبو ميودة كتاب، والولد كان يلعب، فجأة الولد هد الألعاب وراح مسك له قصة وقعد يمهم وتم يقرأ. يمكن تلاقيه هو ما يعرف يقرأ بس يتصفح. فهذه دليل فعلا مثل ما ذكرت إن إحنا مرآة لعيالنا، ويجب إن إحنا ندرك هذا الشيء. طيب أستاذ، يعني كيف ممكن نستغل هذا التطور اللي صاير فيه العالم والحديث اللي صاير فيه العالم بطريقة إيجابية ممكن تفيد الأم والأب والأسرة؟ أنا ببتدي من الأم والأب إلين الزوج والزوجة السعيدين، بمعنى الزواج السعيد معناته أنا مدرك من أنا، يعني قيمة العليا، رد عيدها قيمة العليا، من أكتشف أنا زوج كقيمة العليا ومارسها، والزوجة تمارس قيمتها العليا بالضبط، هني يكون في حالة من الشراكة الروحية مش المادية، الروحية. فأرواح الزوج والزوجة راح يكونوا مع بعض، فالإنتاج مالهم الأطفال نفسه لما يكون هذا الطفل يشوف الأب والأم سعيدين يمارسون قيمهم العليا، خلنا نقول عشقهم في الحياة، غايتهم في الوجود، ما يشوف الأب والأم أنهم في حالة توتر وقلق، راح يشوفهم في سعادة، وهو راح تشوفين فيه في ابتسامة، في هدوء، في سكينة، راح تنعكس عليه، لأن الأسرة والأم الأم والأب هما مرآة إلى هذا الطفل. فلما يكون سعيد تنعكس سعادته الحقيقية على روحه، يكون في صحة مستدامة الأسرة والأطفال. ومن ثم احنا فقط لما نكون بيئة حاضنة إلى هذا الطفل راح احنا نشوف شنو اهتماماته، ندعم اهتماماته، مو اهتماماتنا احنا، لا اهتماماته هو، يكون سعيد ومن ثم يكون مبدع ويكون في حالة العطاء ويكون في حالة خلنا نقول ترك الأثر الحقيقي لنفسه ولا المجتمع، وهذا العمل الصالح الحقيقي للإنسان في التعمير وليس في التدمير. أكيد إن ذكرت التعمير وليس التدمير، وكيف ممكن إحنا ندعم اهتمامات عيالنا. ساعات في أولياء الأمور أستاذ ودهم إن ولدهم يصير دكتور، ولكن اهتماماته مثلاً في الكورة، وتلاقيه دمر فيه، فتلاقيه ما يفلح في ولا شيء. لو أنت دعمت اهتماماته ممكن يطلع اللاعب الأول في الدولة اللي هو عايش فيها. روعة. فمدى أهمية اهتمام ودعم اهتمامات أطفالنا، بحيث أن حتى لو ما كانوا اختياراتنا إحنا كأولياء الأمور، ولكن اختيارات أبنائنا إحنا ندعمهم ونوقف وياهم حتى لو ما كنا مستانسين بشكل كافي، لأن إذا شفته مستانس في النهاية أنت بتستانس. فعلا سؤال، يعني المثل جدا رائع، وكونت وانت تقولين انا كونت الصوره كامله الله. تخيلتها بالفعل. احنا الكثير من اولياء الامور مثلا لما الطالب والطالب يجون 99 يبونهم طب بالضبط، اوتوماتيك للطب الاغلب، وهو لاعب كره قدم ربما بيوصل المنتخب بل العالميه على سبيل المثال. صحيح. فهني نشوف احنا نبي نستحوذ على هذه الإنسان مخلوق رائع، نبي نتحكم فيه، لأن إحنا مو أطباء بس نحن نشوف إن هذا هو طبيب وبيرفع راسي، وهو لا، كرة قدم مثلا، أنا كيف أتحاور معاه خليه يدرك من هو، مو إنه يصير طبيب. أقول له أنت صراحة أفضل لاعب مو في البحرين، في العالم كامل في كرة القدم، أنت تبي تصير لاعب لا ولا تبي تصير طبيب؟ يقولش لا لا بصير لاعب، صير لاعب. وتبي بعد شيء حلو، اللاعب يحتاج فتنس، يحتاج يعني يعرف الجسد الإنسان، يعرف اللي انصادت إصابة شلون يتحرك. هل تبي تصير أنت طبيب يعني لاعب وطبيب رياضة حق اللاعبين، تجمع ما بين تعرف أنت روح لعب وتشوف الإصابات وتتعلم فيها، يمكن اللي أنت تبغى تصير بعد لاعب وطبيب رياضي، ما عندي مشكلة. أنا شو شيء وديتي عطيتنا التو أوبشن، هني راح ربما يكون لاعب وايضا طبيب. طبيب يعني القيمه العليا الحقيقيه هي الرياضه، ومن ثم رقمته لاعب، ما عندي مشكله العب كره وانا طبيب، مو انا طبيب وانا العب كره العكس، لا
يعني عندنا كان في انا اتذكر يعني احنا قبل حوالي 40 سنه لاعب برازيلي اسمه سقراط من افضل لاعبين العالم. هل هو كان طبيب؟ اها لكن افضل لاعب في البرازيل وهو لاعب وهو طبيب ما في مشكله، بس هو اللعب ماله هو رقم واحد. انا لما انا اريح عقب اروح اسوي الطب، بس مجرد هي يعني قيمه اخرى ما بقول مهنه بعد، قيمه اخرى، لان احنا نعيش على السلم من القيم. يعني انا لاعب بعدين طبيب اوكي بعدين مهندس ما عندي مشكله، بس لما اكون انا الطبيب وبعدين اكون لاعب هني مشكله، لاعب بعدين طبيب اوكي، الا اذا كان الطب هي قيمتي العليا الذاتيه والعب كره ما في مشكله. بس لما تقول لاعب كره قدم وبكون طبيب مشكله كبيره، لانه هو يبي يلعب في النادي، يبي يسوي اكسرسايز، شلون يداوم 11 ساعه في العياده؟ بالضبط. وما يرضى يصير في حاله توتر وقلق والم يمرض. الطبيب شوف اي واحد طبيب عنده كرونيك وايد عنده في المشرف العالم، يعني اذا المريض عنده مثلا قلق ولا توتر ولا ضغط دم ولا سكر طبيب، معناته هو مو طبيب اصلا، مو طبيب بس عايش يمارس الطب لانه راح درس الطب وصار طبيب. تشوفين حتى لما تدشين على الطبيب تشوفينه مكشر مو مرتاح، ايش فيك ليش زعلان؟ الطبيب ممكن في اجمل ساعاتك انت، لانه هو مو بقيمته العليا الطب. المهندس نفس الشيء، اذا ما كان قيمته العليا الهندسه تشوفينه لا متضايق ويقص على الاوادم، بس اللي عنده قيمه عليا لا ما في امل. تشوفينه على السايت حتى يشوف التراب نوعيته ملوحته لانه عنده القيمه، مو انه بيسوي شغل زين لا لا، هو قيمته محاماه نفس الشيء بالضبط. يعني الصراحه استاذ جدا استمتعت بالحديث معك حول هذا الموضوع، وكيف ممكن تاثر التطورات اللي حاصله في العالم من ناحيه تكنولوجيه على الاسره وعلى قيمه الأشخاص الذاتية ورسالتهم في الحياة. أنا أشكر وجودك. شكراً. وأشكر دائماً الطاقة الإيجابية اللي تبثها لنا صراحة في الاستديو في أي مكان تزورنا فيه. شكراً لك. شكراً ما قصرت. شكراً صداقة. شكراً لك. شكراً لك. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم باكر في نفس الموعد وشمس البحرين. شكراً جزيلاً.